من دبي محلل أول أسواق مالية في أوكيتي جروب الأستاذة لينا قنون للحديث عن أبرز التطورات في العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا لينا. بداية يعني لاحظنا ارتفاع مؤشر الدولار إلى مستويات تفوق 100 نقطة، كيف تأثرت أسواق العملات بهذا الارتفاع وعن حالة العودة إلى مستويات دون 100 نقطة؟ صباح الخير، أهلا بك. بالفعل ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية. عم نشوف هاي الارتفاعات نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ب 2.19%. نحن نقترب يعني ب3% تقريبا لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، المحققة هي الأعلى منذ ديسمبر عام 2018. عم نشوف ما زالت مستمرة الارتفاعات على مؤشر الدولار الأمريكي، وصل إلى مستويات ربما هي الأعلى منذ مارس لعام 2020 الذي لمسها تقريبا عند 101 في جلسة أمس. بعض التراجعات عم نشاهدها اليوم هي فقط بنتيجة العودة إلى الثقة في الأصول ذات المخاطر العالية أسواق الأسهم، فهذا تسبب نوعا ما بالانخفاض، لكن احتمالية الاتجاه الصاعد لمؤشر الدولار الأمريكي قائمة، وذلك بسبب تجديد السياسة النقدية من قبل الفدرالي الأمريكي. صارت التوقعات أكبر، هناك مطالب من أعضاء الفدرالي الأمريكي بتجديد أكثر، ربما هناك من يطالب بتجديد أن يصل إلى 3% و3.5% في نهاية العام. يعني توقعات بكل اجتماع يكون 50 نقطة أساس من أعضاء الفدرالي الأمريكي، لكن المجموعة CME تتوقع إلى الآن 93% يكون رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس. يعني نتحدث إذا نظرنا للتوقعات 2.50 ل 2.75 بنسبة 44%. هناك عدد من البيانات الاقتصادية سواء انخفاض البطالة، بيانات اقتصادية إيجابية عم نترقبها أيضا من أسعار المنتجين التي تعطينا صورة أوضح عن مدى تجديد السياسة النقدية. كل ما كانت البيانات إيجابية، وأيضا إذا ارتفعت الأسعار عند أبواب المصانع المتوقعة ب 1.10% الشهر الماضي، هذا يعطي أنه توقعات في المزيد من تجديد السياسة النقدية. إذا تم الثبات فوق 100 نحن سوف نشهد المزيد ونحقق قمم إبريل لعام 2020. نحن نتحدث عن 190، وربما نشاهد أكثر من تلك المستويات عند 120 بشرط المحافظة على فوق 100. لو تراجعنا عن دون مستويات 99 فهو سوف نشهد مزيد من الانخفاض. نعم لينا، ماذا عن حالة اليورو؟ يعني في ظل هذه المعطيات الأساسية وأيضا تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، حالة عدم اليقين، كيف أثرت على المنطقة الأوروبية تحديدا على أسعار اليورو مقابل العملات؟ نعم، بالفعل اليورو يعني عند أدنى مستويات وصلها خلال الأسبوع الماضي منذ مايو 2020، نتحدث عن مستويات هي 1.8. ما زالت نحن نتحدث عن التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، أو الغزو الروسي على أوكرانيا يهيمن أو يسيطر على هذا الوضع، وهذا بتأثر النمو الاقتصادي، بالتالي هناك مخاوف من تأثر وتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. فالمتوقع أن البنك المركزي الأوروبي أن لا يقوم بأي رفع لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، حتى يتم أيضا إنهاء برنامج شراء الأصول في الربع الثالث. ثم التوقعات أنه يكون نشوف حديث عن رفع أسعار الفائدة، لأن المخاوف أيضا أنه التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو، وأيضا ارتفاع الفارق بين العوائد السندات الألمانية وعوائد السندات الأمريكية عم تتسع الفجوة. نحن عم نتحدث عن 195 نقطة أساس، هذا عم يصب لصالح عوائد السندات الأمريكية، فبالتالي هذا عم بيخلي انه ضعف في اليورو. ولا ننسى انه ما زالت الانتخابات، عدم اليقين بحالة اليقين السياسي ما يحصل في فرنسا، الانتخابات الفرنسية وتقدم لماكرون في هذه الانتخابات، لكن أيضا الجولة الثانية من اليمين وتحتل اليمين المتطرف أيضا المرتبة الثانية، فهي حالة عدم اليقين أيضا، هذا عم بيخلي أنه أيضا ضعف في اليورو. نعم، ماذا عن الين الياباني وصوله إلى أدنى مستوياته منذ 20 عاما تحديدا، والضغوط التي يعني دفعت بالين الياباني نحو التراجع مقابل الدولار، يعني ما هي الأسباب؟
نعم بالفعل الدولار عند أعلى مستويات أمام الين الياباني في 20 عاما. هناك عدد من العوامل، ما زال هناك متوقع ضعف في الين الياباني، اتساع الفجوة بين عوائد سندات الخزائن الأمريكية أيضا وعوائد سندات اليابانية عم تتسع بشكل كبير، وهذا عم تصب لصالح عوائد السندات الأمريكية، هذا بسبب ضغط على الين الياباني. أيضا هناك في توقعات بانكماش النمو أو ظهرت الانكماش في النمو الاقتصادي، عم نشوف التراجعات، وأيضا عدد من البيانات المخيبة للأمال التي أظهرت بيانات سلبية، وهذا ما عم بيخلي عم نشوف أنه الضغط على الين الياباني. وما زال الين ما زالت بنك المركز الياباني مستمر في سياسته التحفيزية التسهيلية، ويستهدف فقط مستويات التضخم 2%، ما زال التضخم منخفض، وبالتالي ليس مضطر بأن يقوم بأي سياسة تشددية، فهذا ما يضغط على الين الياباني، ومتوقع أيضا المزيد من الهبوط على الين الياباني في الفترة القادمة. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.